غادي نقرا اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لك اهم ماده الا وهي الاقتصاد العام والاحصائيات. ولا بقيتي معايا حتى الاخر غادي نقول لك كيفاش ممكن تكون طوب في هذه الماده. تعرفوا الكوتش ديالكم ميدا الغراس سي بارتي لي زيكونوميست. غادي تقراها 4 سوايع في السيمانه والمعامل ديالها 6. باش نتعرفوا على هذه الماده وعلى محتوى المقرر ديالك غادي نطلقوا كالعاده من مثال سحلب. سحلب هو محاسب واحد الشركه اللي تصنع الحليب والمشتقات ديالو. اليوم قرر انه غادي يدير لي كورس ديالو صافي غينفق وغيخلص لابونمون ديالو في التليفون وغادي يحجز واحد لوطيل باش يدوز العطله ديالو مع وليداتو. السؤال اللي تنطرح هو شكون اللي جعل ولا شنو اللي جعل سحمن انه غادي يقوم بهذه المصاريف كلها. كجميع الاشخاص سحمن عنده احتياجات، احتياج ديال الاكل والشرب، احتياج التواصل، احتياج ديال الترفيه، ممارسه الرياضه الى اخره. وباش يلبي هذه الاحتياجات خاصو بضائع وخدمات. مثلا سحمن فاش غادي يشري الحليب، الحليب راه تسمى راه بضاعه. باغ كونطخ فاش غيخلص الاشتراك راه هو تيشري واحد الخدمه، فاش غيمشي للفندق راه تيشري واحد الخدمه. يمكننا نوفروه بضائع وخدمات. خصنا ولا بد ندوزو لواحد العمليه الا وهي عمليه الانتاج. وهنا غادي نتكلموا على واحد لا فونكسيون مهمه بزاف داخل الاقتصاد الا وهي لا فونكسيون دو برودكسيون. لا برودكسيون هي اللي تتوفر لي بيان اي سيرفيس باش الناس يمكن لهم يلبيو الحاجيات ديالهم. الوغ لا برودكسيون جينيرالمون تتكون في الشركات، ولكن هذا ما تيستثنيش ان الدوله كذلك تتنتج خدمات، مثلا خدمه الامن، خدمه الاناره، خدمه تعبئه الطرق الى اخره. دونك هذا الانتاج كذلك هو عمليه تتخضع لواحد التساؤلات، مثلا شنو غادي ننتجو؟ لان خصنا ننتجو داكشي اللي تيطلبوه الناس. باي كميه؟ وبشحال؟ وكيفاش؟ والانتاج بحد ذاته هو تحويل مواد اوليه لدي برودوي فيني. وفاش غنتكلمو على الانتاج؟ راه تنتكلمو على الانتاج في البضائع وكذلك انتاج الخدمات. اون اجونس دو فواياج اي برودوي ان سيرفيس، ولكن شركه الحليب راه اي برودوي دي بيان. اوكي مشى خصو الحليب، دونك غادي يهز ان باك ديال الحليب يديرو في لوكادي ديالو، غيوصل لاكاس غادي يخلص. دابا غنتبعو دوك الفلوس اللي تخلصو فين غيمشيو؟ بيان سور غادي يمشيو للشركة اللي صنعات داك الحليب. شنو غادير الشركة بهاد الفلوس؟ أول حاجة غادي تخلص المواد والخدمات اللي دخلو في التصنيع، سيتادي غتخلص المواد الأولية وتخلص الموضة والتليفون وتخلص وتخلص، أوكي؟ اون فوا غتخلص هاد المواد والخدمات اللي دخلت في التصنيع، داكشي اللي بقى يعتبر بحال واحد القيمة مضافة، بحال واحد الثروة. هاديك الثروة خصها تفرق. علاش غتفرق؟ غادي تفرق على الناس اللي شاركوا في التصنيع، أولهم الأجراء، واللي منهم سي أحمد على شكل أجور. كذلك غادي نعطيو مثلا الأبناق اللي سلفونا الفلوس، غادي نعطيوهم فائدة. الدولة خصنا نعطيوها حقها، هي نعطيوها الضريبة لأنها تحتنا بعض الخدمات بحال اللي قلت لكم قبيلات. وما نساوش الناس اللي مشاركين معنا في رأس المال، خصهم النسبة ديالهم في الربح. وما نساوش أن هذا الربح غادي يبقى واحد الجزء منه داخل لونتربريز، هو اللي غيساعدنا أننا نجددو المعدات ديالنا، أننا نوسعو المشروع ديالنا ونزيدو في الشركة. دوك تلاحظوا أن عملية الإنتاج انبثقت منها عملية أخرى ألا وهي عملية توزيع الثروات. تخيز أمبوغتون، وهاد عملية التوزيع تا هي راها تتخضع للأسئلة، شنو غادي نوزعو وشحال ولمن إتسيتيرا. ألوغ وصلنا ميزامي للمرحلة الثالثة، شنو غيديرو هاد الناس بهاد المداخل اللي خداو؟ بيان سور غادي يصرفوهم، ولكن هاد الصرف غادي يكون على عدة أشكال. غادي نبداو مثلا بالشكل الأول، السي أحمد غادي يمشي يشري الحليب مثلا، هذاك الحليب علاش شرا؟ باش يستهلكو، وتنهضرو على لا كونسوماسيون ما إن كونسوماسيون فينا، داكوغ؟ كذلك السي أحمد قرر أنه يخبع واحد الجزء من المدخول ديالو، ونتكلمو على الادخار أي ليبارن. كذلك الصرف لي لا ديبونس يمكن لا تكون على شكل استثمار. إيوي لونتربريز مثلا داك الطرف
اللي قلت لكم خلات ديال المدخول ديالها غادي قررت انها غادي تشري معدات جداد ولا قررت انها دير توسيع ديال لوسين ديالها. وهنا تنتكلموا على الاستثمار او لانفيستيسمون. دونك تلاحظوا معايا لي زامي عندنا لا برودكسيون تبعها لا ريبارتيسيون تبعها لا ديبونس وهذيك لا ديبونس تعطينا عاوتاني لا برودكسيون وهكذا وهذه هي السيمفونيه ديال النشاط الاقتصادي وهذا هو المقرر ديالك. غادي يعطيوكم دي كونسيبت ايكونوميك دو باس سيتادير غادي يهضروا لكم على لي زاجون ايكونوميك على لي بيان لي بيزوان ايتترا و لا بارتي الثانيه غادي نهضروا على لا برودكسيون وتابعها لا ريبارتيسيون و لا بارتي الثالثه غادي نهضروا على لا ديبونس سيتادير على لا كونسوماسيون لي بار و لانفيستيسمون. الرابع من المقرر ديالكم كون من الاحصاء كما قلت لكم الاحصاء ستاتيستيك ستاتيستيك ديجا قريتوها في الرياضيات ولكن دابا غادي تشوفوا ستاتيستيك ابليكي ا ليكونومي. فاش نتكلموا على ستاتيستيك تيجينا لبالنا جداول ومبيانات ولكن كذلك هاد الاحصائيات تتمكننا من دراسه واتاحه واحد المؤشرات مثلا مؤشرات على النشاط الاقتصادي في المغرب مثلا مؤشرات على مثلا البطاله في المغرب على المبادلات. وتنصحكم انك الا بغيتي تشوف التطبيق ديال الاحصاء على الاقتصاد خصك تمشي لواحد لو سيت اللي تنظن ما يمكنش يكون شي واحد ايكونوميست وما تيدخلوش هو المندوبيه الثانيه للتخطيط لو اش سي بي غادي تلقاو الرابط ديالو في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. ولكن خصك اون باراليل خصك تبين واحد الاهتمام تبين واحد لا كيوريوزيتي تبع مثلا الاخبار الخاصه بالاقتصاد في المغرب تبع البرامج فوق ما تسمع شي كلمه ما فهمتيهاش تمشي تقلب عليها خصك تبين واحد الاهتمام بهذا المجال خصك تهتم به باش يمكن له يهتم به خصك ما يجي خر العام حتى تقول مثلا انا فريمون هاد ليكونومي جادور ليكونومي اوكي. الوغ كذلك لا ماتيير خصها الحفاظ راه هادي ما خصها لا حفاظه ولا والو راه خصها التطبيق. العام الجاي عندك ثلاثة تسويع الامتحان في الباك اوكي تيعطيك مثلا ستة ديال الوراق راه خصك تطبق راه ما كاينش شي حاجه اللي فيها الحفاظه نقول لك هادي وعرضها عليا شنو هادي عندنا بيتيتر عندك غير تحفظ بعض مثلا لي فورمول تحفظ كلكو ديفينيسيون مي ابار سا خصك تفهم دخل ليكونومي انك خصك تفهم وان داكشي اللي تدير في القسم راه غير كافي صافي ديرك المقرر ديالك مقرر ولكن انت موازاه خصك تبين واحد تفتح على المجال الاقتصادي تيل كيلي في لا رياليتي داكور. دونك فوالا مي زامي جو كرو كو جي تو دي. الى عندكم شي اسئله مرحبا في لي كومونتير معكم الكوتش ديالكم وداد الغراس اتري فيت بور لا بروشين فيديو اتري فيت بور الماده ديالنا الثالثه الا وهي ليكونومي اي لورغانيزاسيون ادمنستراتيف دي زونتربريز. دونك بيت ما وصلوا لا فيديو بورتي فو بيان فو ات لي ميليور لي ميليور ايكونوميست وما تنساوش دائما معاكم الكوتش ديالكم وداد الغراس